أعزائي المشاهدين، خبر اليوم يأتيكم من قناة الجامعة. افتتاح الملتقى الكشفي لجوالي وجوالات الجامعات المصرية. افتتح الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة صباح اليوم فعاليات الملتقى الكشفي لجوالي وجوالات الجامعات المصرية بالوجه القبلي، والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي بمشاركة 5 جامعات وهم سوهاج والأزهر وأسيوط وجنوب الوادي والفيوم والمعاهد العليا. وأكد رئيس الجامعة أن الهدف الرئيسي من هذه الملتقيات هي التبادل الثقافي والعلمي والرياضي بين الجامعات وتفعيل دور الأنشطة الكشفية، وأبدى سعادته بتعاون الجامعة مع وزارة الشباب والرياضة في العديد من الأنشطة الطلابية المتميزة. وإلى هنا قد وصلنا إلى نهاية خبر اليوم، دمتم في رعاية الله وأمنه.